هل الزوجة التي طلقها زوجها ثلاث طلقات ثم تزوجت زوجا آخر ثم طلقها ثم تزوجها الأول، هل لهذا الزوج ثلاث طلقات جديدة؟ نعم، إذا طلقها الزوج آخر الطلاق ثم تزوجت زوجة شرعيا ودخل بها ثم عاد إلى زوجها الأول بعد الطلاق أو بعد الموت، نعم يكون ثلاث طلقات مثل ما كان في النكاح الأول. لكن لو كان ما طلقها إلا واحد أو طلقها اثنتين ثم تزوجت ثم عادت إليه ليس لها ما بقي من طلاقها الأول، واحدة أو اثنتين اللي بقي لها يبقى لها. أما إذا كان قد استوفاها طلقات فلا، ثم طلقها ثم نكحت نكاحا شرعيا ثم طلقت ومات زوجها بعد الدخول بها بعد وطئها يعني، فإن زوجها لو تزوجها أرجع له بثلاث فطلقها وكذلك البائن بينونة صغرى ثم تزوجها زوجها فهل يحسب عليه الطلقة الأولى؟ تقدم نعم، إذا كان طلقها واحدة أو اثنتين ثم رجعت للمراجعة بنكاح جديد كالمخلوعة المخلوقة فإنها ترجع على الطلاق الباقي.